جدواك جدواك يا دهر البكاء تلام عذرا عذرا فحزن المتعبين إمام. يا نار يا نار بي للأمس يا نار بي للأمس شوق فاسكتي، أين الضياء؟ متى يعود سلام؟ أبكي وذات دمي يسيل ولا أرى إلا ظلاما والديار ركام. يا أرض يا دم يا دموع ويا أبي يا لا إجابة لا إجابة، فالنداء حطام. بيروت شاهدة على بغداد يا صنعاء، بيروت شاهدة على بغداد يا صنعاء، والأقصى الأسير يضام. بيروت يا توقيع تلك النار، من للمتعبين؟ فكلنا آلام. عيناك كارثتا حقيقتنا، عيناك كارثتا حقيقتنا، فما يجدي اعتراف أو يفيد كلام. ما نفع بوح الحزن دون ولادة للشمس حتى تضحك الأيام. للمرهقين للمرهقين وهبت روحي كي نرى غدا المضاء، فأبشري أبشري يا شام. صرف البكاء ديونه، صرف البكاء ديونه من لحمنا، فتهيئي فتهيئي للصبح يا أحلام. أهلا بكم إلى حلقة جديدة من بيت القصيد. هذه المرة نتوجه إلى البحرين، ومن هناك معنا عبر سكايب الشاعر الأستاذ علي النهام. أستاذ علي، حللت أهلا ونزلت سهلا على بيت القصيد، أهلا بك. أهلا بك أستاذ مصطفى، وأهلا بمشاهديك، وشكرا لقناة الرافدين التي تحرس الثقافة والشعر. شكرا للعراق العظيم. أهلا وسهلا بك دائما أستاذ علي. في البداية وقبل أن نذهب لتأخذنا بجولة كلها زهور وفرح وأمل وتفاؤل من خلال قصائدك التي ستقرأها علينا، قبل كل هذا دعنا نذهب إلى سؤال خارج إطار الأسئلة المعدة. ما هي الحاجة؟ هل ترى إلى أي مدى نحن بحاجة إلى الشعر في ظل ما نعيش من ظروف عصيبة باعتقادك؟ تفضل. نعم أستاذ مصطفى، أنا كنت وما زلت أؤمن أن الشعر أو أن الشاعر هو صوت من لا صوت له، هو مرآة أمته، وهو نموذج معبر عن مجتمعه. والشاعر الذي لا يحمل هموم أمته الأولى به أن يكسر قلمه ويلزم منزله، لأن الشعر رسالة، الشعر نبض هذه الأمة، نبض الشارع، صوت الفقراء، صوت المظلومين، لأن الشاعر يعبر عن من لا صوت له فحسب. لذلك يبقى الشعر برغم تراجعه بالسنوات الأخيرة، لكن يبقى الشعر له مكانة في ضمير الإنسان العربي مهما تراجع. يبقى الشعر هو رسالة للناس جميعا ولهذه الأمة، يحمل همومها وأوجاعها وآلامها ويمضي بها نحو النور. خذنا إلى بواكير القصائد التي ستقرأها علينا، وخلينا نسمع أول قصيدة منك يا أستاذ علي، خصوصا أنه ربما تكون هذه المرة الأولى لنستضيف فيها شاعر من البحرين على قناة الرافدين. تفضل واقرأ علينا أولى القصائد، لك المنبر والكلمة بالتأكيد. نعم، بما أنك بدأت من الجرح سأستمر من حيث بدأت أنت. تفضل. وأتلو قصيدة يوسف. يوسف، يا أيها الصادق المؤتمن، لأنت رسول الجمال وعطر الزمن، أتعرف عن صمتنا يا نبي السلام؟ أتعرف عن جوعنا للكلام؟ فنحن برغم الخواء الذي يعترينا، كتبنا علينا الصيام، لأننا سندفع حتما إذا ما نطقنا الثمن. مررنا بسبع
عجاف فزاد قطيع الجياع وما اخضرت السنبلات. مررنا بسبع حروب تعمدنا بالضياع وتمنح أوطاننا للبغات. فلم ندري من نحن أو أين نمضي وأين الوطن. أيوسف إنا نراك من المحسنين فأول لنا حالنا. إننا في غيابة بئر معطلة وقبر مشيد، ورغم البلاء المبين وجور السنين نحاول أن يرتدينا النشيد. وأيامنا ما ارتدت غير ثوب المحن. ترفق بنا وافتنا يا نبي الزمن، فنحن كما أنت يقتلنا إخوة كي يعيد إلى البئر جرتها. ولم نقترف غير حب أبينا الوطن. وها نحن نهوي ككل الدلاء وقد قطعوا حبلنا بالفتن. أيوسف إنا قصصنا الرؤى بعد أن عم فينا الخراب. فكل الطوائف تقتات أرواحنا تمرغ أحلامنا في التراب. تقد قميص الأمان وتلبسنا من سواد المنافي كفن. أيوسف دعنا من الحلم حتى نرى كيف تمضي التآويل. فالحقل قد أشعلته القنابل وكل نساء المدينة قطعن أيديهن يردن اقتسام البلاد. وأطماعهن التي خبئت أصبحت في العلن. الله الله. أيوسف إن أباك يخاف الذئاب عليك وها أنت في وطن حاصرته الذئاب. وإن فتح الله للحب بابا أوصدوا كل باب. فها هم يدسون ألغامهم في الدروب. وفي اللحظات الجميلة وحيث نصلي وحيث نقاء القلوب فهم لا يجيدون في الأرض غير الخراب. يصبون فوق الإله الرصاص يصبون فوق الإله الرصاص ولا يقتلون الوثن. وجاءوا أباك عشاء وهم يدرفون الدموع في قميص الجريمة وهم يذرفون الدموع ليلقوا دما كذبا في قميص الجريمة. ويخرج إعلامهم يخبر القوم عن قصة لفقوها لكي نتقبل هذا الرحيل بغير رجوع ونرضى بتلك الهزيمة. فلحمك طاب لهم يا صديقي فدعهم وما يشتهون. فكم قد أكلنا وكم قد ذبحنا وكم مزقتنا الذئاب. وحين نحاول رفض الخنوع نفتش في الموت عن قاتلينا فيرحل عنا الزمن. بارك الله فيك. تمر السنون وتأتي القوافل تلو القوافل ونسأل أنفسنا يا ترى هل نرى ذات يوم بشيرا يغازل أحلامنا الذابلات ويلقي قميص الحياة بوجه البلاد لكي تستعيد الهدى أو تحاول فترتد فيها الأمان كبارا تجب المآسي وتجري عليها الجداول. فيزهر فينا الشموخ
ويرحل عنا الوهن. فعين البلاد ستبيض حزنا بما فعل الأشقياء البغاة، وجرح البلاد سيزداد عمقا، وتمتد فيها الحروب، ويزرع فيها الشتات، وتسرق منا الحياة، ويسرق منا الوطن. أيوسف يا أيها المؤتمن، لقد قيل أن الحروب إذا دخلت قرية أكلت أهلها الطيبين، لقد قيل أن الحروب إذا دخلت قرية أكلت أهلها، فكيف سنزداد كيل بعير ونحن نفخخ كل الأماني، ونتقن زرع الفتن، ونقسم أننا سنبقى ولن نبرح الأرض حتى نلونها بالدماء، ونصبغ جدرانها بالحزن، ونصبغ جدرانها بالحزن. لعل هذه التنبؤات تنقلب إلى نقيضها، فنصبغ القادم من الوقت بعبق الورود وبسعادة تبدأ ولا تنتهي. أستاذ علي النهام، لا فضفوك، ربما هذه القصيدة المعجونة بالأسى المشحونة بالكثير من اليأس المصورة لمشهد الإحباط العريض الذي تعيشه الأمة في هذه الأوقات والظروف العصيبة، ربما يقودني إلى سؤال عن رسالة الشعر انطلاقا من تجربة علي النهام. تعريفك لهذه الرسالة؟ الرسالة أو رسالة الشاعر أو رسالة الشعر هي العودة بهذه الأمة إلى ثقافتها، إلى تراثها، إلى ماضيها، إلى حضارتها، إلى حداثتها. هي أن نعود بالأمة إلى ثقافتها الأصيلة المطعمة بالحداثة المعمدة بالقيم والمبادئ والتراث. هكذا ينبغي أن تكون رسالة الشاعر أو تكون رسالتنا جميعا. ربما كثيرون يتفقون معك بمضمون هذه الرسالة التي تسعى إلى سبر أعماق المستقبل الجميل انطلاقا من تشبثها بواجبات الأصالة والقيم والموروثات التي لا يمكن الاستغناء عنها في يوم من الأيام. الآن سنذهب لنشاهد قصيدة لشاعر آخر، استراحة قصيرة لي ولك وللسادة المشاهدين، ما رأيك أستاذ علي؟ اتفقنا. شكرا الكرام، إذن نخرج الآن وإياكم إلى الفقرة الاعتيادية التي اعتدتم على مشاهدتها في بيت القصيد، إلى فقرة قصيدة للوطن، ومن ثم نعود، ابقوا معنا. ما تبقى من جنتي سبأ، إني هنا ظمأ على ظمئي، إني هنا ظمأ على ظمئي، فلترجعي لي هدهد النبأ. شمس الأنوثة في تفجرها لولا ندى عينيك لم تضئ، عينان خضراوان أنزلتا للمؤمنين بجنتي سبأ. يا كعبك العالي يدق دمي ويحرك الصلصال في حمائي، يا صوتك المبحوح يجرحني ويفيض موسيقى على الملأ. لما اندفقت بنفسجا وأنا أحصي حكاياتي مع الصدأ، خفت التورط فيك، كم وله قد سال في لغتي ولم أشأ، أوشكت أصرخ يا معلقة في البرد هذا القلب فاختبئي، أوشكت أخطئ في مغامرة وأقول في عينيك مبتدئي، يا ليتني أخطأت ليلتها، بعض الصواب يعيش في الخطأ.
حياكم الله مشاهدينا الكرام، واهلا وسهلا بكم مجددا، ولمن التحق بنا في هذه اللحظات معنا عبر سكايب من دولة البحرين الشاعر الأستاذ علي النهام. اهلا بك أستاذ علي مجددا. اهلا بك أستاذ، واهلا بمشاهديك جميعا. أستاذ علي، في ظل هيمنة وسائل التواصل الاجتماعي على نتاج العديد من الشعراء اليوم، هل ترى أن القيمة لا تزال حاضرة في المجلة الورقية أو الكتاب المطبوع؟ تجربتك في هذا تفضل. لا شك أستاذي مصطفى أن المجلة المطبوعة أو الكتاب المطبوع تراجعت كثيرا، تراجعت بشكل كبير جدا، لكن يبقى الكتاب وتبقى الصحيفة الورقية هي أصل كل شيء. يبقى الكتاب بالنسبة لي هو أصل كل شيء في الثقافة. لا يمكن أن تبنى ثقافة عبر وسائل التواصل الاجتماعي فقط، إنما ممكن أن تبني على ضوء تجربتك ومن واقع ما تقرأ في الكتاب. صحيح أن وسائل التواصل الاجتماعي أخذت حيزا كبيرا من الكتاب ومن الصحيفة الورقية ومن المجلة الورقية، لكن يبقى الكتاب أيضا ما زال يؤدي دوره، وإن قل هذا الدور وإن تضاءل وإن تراجع، لكن يبقى أيضا وجوده محوري. كل شاعر يميل بتجربته الشعرية إلى نوع أو شكل معين من أشكال الشعر، لكن دعنا نتحدث هنا عن الأشكال، سواء قصيدة الرثاء أو قصيدة المديح أو القصيدة بالحماسة أو الغزل إلى آخره. أي الأشكال أقرب إلى قلب علي النهام؟ لا شك يعني الغزل، ربما يعني معظم الشعراء يعني الغزل هو الأقرب إلى قلوبهم، بالإضافة إلى يأتي طبعا القصيدة الحماسية التي تعبر عن واقع الأمة، عن واقع الناس، عن قضايانا المصيرية. أيضا هذا أكثر لونين أو أكثر نوعين أكتبهما في قصائدي حقيقة. نعم، نوعان أو أكثر لونين أو نوعين، الحماسة والغزل. خذنا إلى قصيدة جديدة إذن الآن، ماذا ستقرأ علينا؟ تفضل. نذهب إلى الغزل إن شاء الله، قصيدة غزلية ثم نعود بإذن الله. تفضل. قصيدة بعنوان بكارة الضوء. بكارة الضوء. تفضل. لأنت التي ما زال مطلعها بكارة الضوء والنجمات والشهب، وأنت من تضحك النايات في فمها، فيرقص التوت في شبابة الطرب، وأنت من تغسل الدنيا على شفة، وتسكب العيد في سجادة التعب، وأنت ما أنت إلا ماء أسئلة، سر المجازات والألحان والكتب، وأنت ما أنت إلا خمر عاشقة، عصارة التين والرمان والعنب، أراك في دهشة المعنى، أراك في دهشة المعنى إذا بزغت قصيدة من بريق الماس والذهب، مذ كنت في زرقة الفيروز سوسنة، مددت خيط الرؤى للماء فانسكبي، ورممي في جدار الروح أمنية بيضاء كالحب في سحارة الحقب، وذوبي. أريد منك أن تعيد البيت قافيتي. أستاذ علي، ليتك تعيد البيت الأخير، ليتك تعيد البيت الأخير، ولكن حاول أن تستريح بجلستك قدر المستطاع إلى البيت الأخير ومن ثم أكمل. تفضل. وأعتذر على هذه المقاطعة. ورممي في جدار الروح أمنية، ورممي في جدار الروح أمنية بيضاء كالحب في سحارة الحقب، وذوبي
في دم النسرين قافيتي حتى اكتمال الجناح في موسم الرطب. يا طفلة الغيم يا طفلة الغيم مد الشوق مغتسلا للعابرين على بوابة السحب. قد جئت من خضرة الأشواق لا وطنا سوى الذي نام في عينيك والهدب. كان الغرام سماء كنت سدرتها وكنت في منتهى الألوان قلب نبي. وكنت أمشي على ظلي ويسبقني نهر الصبابات والأشواق والنصب. كنا معا في حكايا الشمع يشبهنا صوت الكمنجات والأطفال واللعب. نخبئ السر في شطآن بهجتنا مضمخا بعناق الماء واللهب. مزملا ببهار الوجد كان صدا من سورة العشق مسكوبا من القرب. والآن ما زال كوخ الشعر موعدنا ولو تلبد وجه الليل بالحجب. ولو تلبد وجه الليل بالحجب. لعل وجه الليل يصفو لقلبك النقي الندي أستاذ علي، وربما أخذك الآن إلى مساحة فيها من الألم ما فيها، مضطر لذلك حتى نصهر المعدن الجميل داخلك فنحصل على بريقا أو على بريق أكثر ضياء. صف للتوجع انطلاقا من ذاتيتك وتجربتك، تفضل. حقيقة أخي مصطفى، نحن منذ أن ولدنا نشأنا في الوجع، نعيش هذا الوجع منذ ولادتنا إلى هذا اليوم، بل أن هذا الوجع يزداد كل يوم ألما ويزداد اتساعا ويزداد يعني تقيحا. منذ فتحنا أعيننا على الدنيا رأينا هذه الأمة منهكة منكوبة متعبة جريحة مستعمرة، لا تملك قرارها لا تملك مصيرها. لذلك هذا الجرح يتسع فينا يوما بعد يوم. لذلك دائما في قصائدنا في رؤانا في كتاباتنا تجد أن هذا الجرح لا يغلق أبدا، لا نكاد نتركه لحظة حتى نعود إليه. هو جرحنا جميعا أخي مصطفى، من صنعاء إلى بغداد إلى القدس إلى دمشق إلى بيروت إلى الخرطوم إلى كل عواصمنا العربية إلى كل مدننا العربية. اليوم هذا الجرح يزداد اتساعا بشكل لم يسبق له مثيل، ويبقى هذا الشعر ويبقى الشاعر هو الذي يحاول أن يضمد هذه الجراح ويحاول أن يضع المرهم على هذه الجراح. وهذا ما نبحث عنه، أن تهطلوا علينا ببلسم قصائدكم حتى نتشوف بوابات الأمل فنعبر إليها نحو فجر الخلاص المرتقب. إلى قصيدة فيها من الأمل ما فيها، تفضل. ماذا ستقرأ علينا هذه المرة؟ سأبحث لك عن قصيدة أخي مصطفى. اقرأ ما تحب، المتوفر الآن بين يديك، لا مشكلة. طيب لك الكلمة. ممكن أن نقرأ قصيدة أنثى المجاز أخي مصطفى؟ تفضل، لا مشكلة. من سورة الماء حتى نشوة الطين
من سورة الماء حتى نشوة الطين وطفلة الغيمة البيضاء تسقيني تصب في شفة الأزهار قبلتها فيرقص العطر في ثغر البساتين ويطلق العازف الليلي جوقته فيحتويني صدى من رقصة التين ويستحم بنحو الضوء مبتهجا سرب الفراشات بين الحين والحين ورعشة السنبلات الخضر تحملني على جناحين من عطر ونسرين وجدة النخلة الكبرى تعاتبني على صلاتي ولم آتي بآميني يا جدتي نشوة الألوان تسكرني يا جدتي نشوة الألوان تسكرني يا للعراء إذا ما جف يقطيني أتذكرين صلاة الضوء نفرشها على الرمال نشيدا باذ خليني أتذكرين دموع الوجد نسكبها كم أنبتت شجرا في قلبي الطين يا الله. كم سلسلت قمرا في ليل غربتنا وعلقت وترا في نص تلحين أتذكرين ربيعا وجه أرصفة أتذكرين ربيعا وجه أرصفة وطفلة كامتداد الضوء في عيني موحد القلب جئت من دم انفصلت كل النساء وكانت وردي الدين شمس الأخيرة قامت في الندى جملا قصيدة وردة حلما يغنيني أنثى من الضوء ذابت في فمي صورا وساقطت مطرا يروي عناويني إن مات فيا مجاز سوف تعبرني من المجازات أنهار لتحييني أو انتبذت قصي القول من وجع قيامة الشعر قامت في شراييني يعربد البوح في ذاتي ويسلبني صوتي يعربد البوح في ذاتي ويسلبني صوتي ويسكبني عذبا فأرويني سفينة الشعر والأحلام أشرعتي ووجهتي حيثما الأمواج تلقيني ووجهتي حيثما الأمواج تلقيني نأمل أن تحملك هذه الأمواج إلى ما تتمنى من أمن وسلام وسلامة واطمئنان في الدين والدنيا على خير شاكلة ومقصد تتمناه أستاذ علي بعد هذه الوجبة الغنية بالإحساس والمشاعر المفعمة بالمحبة والإنسانية والجمال بعد كل هذا لابد أن نذهب إلى فاصل ما رأيك؟ نذهب إلى فاصل بإذن الله مشاهدينا الكرام إذن نخرج إلى فاصل قصير الآن ومن ثم نواصل مع شاعرنا علي النهام من البحرين ابقوا معنا
مشاهدينا الكرام، ننوه لحضراتكم أن التردد الجديد لقناة الرافدين الفضائية هو 10727 الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايلسات، لذا يرجى من متابعينا الكرام ضبط أجهزة الاستقبال على التردد الجديد. مشاهدينا الكرام، حياكم الله من جديد، ولا نزال في هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد. مرة أخرى نعود إلى البحرين، ومن هناك ضيفنا عبر سكايب الشاعر المتألق جدا أستاذ علي النهام، مباشرة إلى ما تحب من الشعر وترضى إلى الإلقاء، فقلوبنا لا تزال متعطشة إلى المزيد، تفضل. نعم، وجه الماء. إلى وجه الماء إذا. نعم، وجه الماء إن شاء الله. على كفوف المدى تختال أسئلتي، ومن شفاه الندى تأتي إجاباتي. هل كنت؟ ماذا؟ وكيف الآن أعزفني لتستقيم على الأنغام ناياتي؟ هنا الأغاني، هنا ظلي وقافيتي، هنا الصباح موشى بالصبابات، هنا العناقيد أتلوها فتسكرني، هنا القصائد تلهو في مجازاتي، مصفوفتان من الأفراح في لغتي، كأنني العيد في ثغر الحكايات، كأنني في نبوءات المساء قمر، وفي انبثاق الضحى وجه المسافات. لقد أتيت من الآيات منتصرا حتى تبسم وجه الماء في ذاتي. الله. وجئت من موسم الأشعار أغنية. نعم. كثوب يوسف يأتي بالبشارات، عبرت والليل ما زالت قبائله تحارب الله من أجل المنصات، جردت حرفي لأجل الحق محتسبا، لم أخش ما خبأ السحار في الآتي، جاء حبال فجئت الأرض أدعية. الله. ألقوا العصية فألقيت بآياتي، تصاغر السحر وانهارت كتائبه، تصاغر السحر وانهارت كتائبه، فأشرق الشعر في وجه الخرافات. تصارع السحر وانهارت كتائبه، فأشرق الشعر في وجه الخرافات. دامت أبياتك مشرقة في وجه كل ظلام وفي وجه كل خرافة. أستاذ علي، خذنا الآن إلى إجابة لسؤال مختلف. ما الذي تتوقع أن الشعر يريده منك باعتقادك؟ أتوقع أن الشعر يريد مني أن أصبح شاعراً، لأنني لم أصبح بعد، فهكذا أعتقد. وما الذي تريده منه أنت؟ حينما نعكس السؤال نريد أيضاً إجابة لا شك ستكون مختلفة. ما الذي تريده من الشعر أنت أستاذ علي؟ تفضل. أريد منه أن يحبني كما أحبه. أنا أعيش الشعر أخي الحبيب، أنا مغرم
مولع عاشق للشعر، وأتمنى أن يكرمني أو تكرمني القصيدة بهذا الحب كما أكرمتها حبا وعشقا وغراما وتماهيا معها. حتما سيكون هذا الإنصاف يوما من الأيام. أستاذ علي، الآن إلى سؤال ربما كان مفاجئا ومغيرا ومختلفا عما تتوقع. حدثني عن بلد حزين ما لا تزال صرخات أهله حاضرة وحية في ذاكرتك وقلبك، تفضل. طبعا أحدثك عن اليمن. هذا البلد العظيم، هذا البلد الذي حمل إلى العرب جميعا الحضارة والتاريخ والتراث، هذا البلد الذي يوغل في القدم، هذا البلد الذي يخرج من ألم إلى ألم، ويخرج من جرح إلى جرح، ويخرج من حرب إلى حرب. تتحدث أخي مصطفى عن عقدين أخيرين خاضت اليمن أو عاشت اليمن أكثر من 8 حروب، بما فيها هذه الحرب القذرة الأخيرة التي نعيشها، التي تقتل الأطفال وتقتل النساء وتهدم البيوت وتدمر البنية التحتية. هذا الابتلاء الذي أوقعنا فيه هذا الواقع المر، وهذا الصراع الطائفي الذي يدمر الأمة يوما بعد يوم، هذا الجرح النازف في صنعاء والنازف في عدن والنازف في إب والحديدة وذمار ومأرب وحجة وصعدة وكل مكان، هذا هو الجرح الأكثر ما يؤلمني، هذا الجرح العميق الذي يتوغل في روحي يوما بعد يوم ويتعمق في أرواحنا جميعا. يحرضك على القصائد مثل هذا الجرح أحيانا؟ طبعا طبعا كثيرا ما يفعل. هل تذكر شيئا من هذه الأبيات، أو ربما كان بين يديك قصيدة ما، أو لك حرية اختيار ما تحب كذلك؟ نعم، إلى الشعر من جديد. نعم ممكن أقرأ نص قصير أقول فيه. تفضل. لمتسع في عيون الفراغ وأمنية في فم المستحيل، أتينا نقطع غصن السلام ونقتل ميلاد فجر جميل، ننصب فينا الحماقة ربا ونشعل في الأنبياء الفتيل، حجبنا جهات الصباح وثرنا على جذوة داخل المستطيل، ذبحنا النشيد فقام عراة يصلي لقليسهم ألف فيل، وأبرهة يبلغ المشتهى ومن قتل الحب يبكي القتيل، حفاة القلوب جياع الكلام نسافر للحرب جيلا فجيل، فقل لي متى يا أبي نستقيم على قبلة للإخاء لا تميل، وقل لي متى تولد المعجزات وتحتضن النار روح الخليل، وتحتضن النار روح الخليل. عسى أن يكون هذا الاحتضان احتضان أمن وسلام وسلامة وراحة بال، لا أن يكون قصفا ورعودا ووجعا وهلعا وشيء من الحزن الممتد على طول الخريطة الواحدة. دعنا نذهب الآن إلى موضوع مختلف، بعيدا عن الحزن، بعيدا عن الغزل، بعيدا عن الوطنيات، وبعيدا عن العاطفة، إلى القالب الذي يتضمن هذه الأنواع جميعها، أو هذه الأنواع جميعها. دعنا نتحدث عن تجربتكم الخاصة في مشروع مجلة أقلام عربية. حدثنا عن هذا المشروع، وشيء من الفضل ينبغي أن ينسب لأهله الذين يقفون على ثغر من ثغور الثقافة العربية لا اليمنية أو الخليجية فقط. تفضل.
طبعا أخي مصطفى، مجلة أقلام عربية هذه مجلة قامت على سواعد الشباب، على سواعد متطوعة. هذه المجلة انطلقت منذ 4 سنوات، وهي مجلة تفاعلية ورقية وإلكترونية، لها 18,000 متابع دائم وثابت، وهي لا تعنى بالشأن اليمني فقط لأن المجلة يمنية في الأصل، لكنها تعنى بالمشهد الثقافي العربي. ترأس تحرير هذه المجلة الأستاذة سمر الرميمة، وهي شاعرة وأديبة وإعلامية رائعة، صاحبة جهد جبار ومثابرة، ولها الكثير من التأثير في الساحة الثقافية الأدبية اليمنية. وبفضل الله عز وجل حققت المجلة نجاح منقطع النظير. خلال 4 سنوات فقط استطاعت أن تصل وتتماهى مع المشهد الثقافي العربي في كل مكان، استطاعت أن تتناول كل القضايا الثقافية والأدبية والعلمية في الوطن العربي من أقصاه إلى أقصاه. نعم. ولها يعني محررين في كل قطر عربي تقريبا، وهي مجلة تبتعد تماما عن التبعية، مجلة مستقلة لا تتبع حزب أو طائفة أو مجموعة معينة أو جهة ثقافية معينة. أحسنت. مجلة مستقلة تخدم الثقافة والأدب والشعر فقط، تعتني بالمواهب التي تم تهميشها. أهم أهدافها هو العناية بالمواهب في مجال الشعر والأدب والقصة والرواية وغيرها من فنون الأدب، فوقفت مع هؤلاء الذين لم يقف معهم أحد، وخدمتهم ونشرت لهم وأوصلت نتاجهم إلى الجميع. مجلة أقلام عربية المعيار الوحيد الذي تعتني به هو الجودة والابتكار والإبداع والجمال والتجديد، لذلك هي لا تتوقف عند هؤلاء الذين يعيشون هذا الانتفاخ، يعني هذه المؤسسات الثقافية الرسمية التي دمرت المشهد في الغالب، دمرت المشهد العربي برمته. لذلك نحن انتهجنا هذا النهج في مجلة أقلام عربية، واستطعنا أن نصل إلى الجيل الواعي المثقف المبدع المبتكر، ونخدمه مجانا ونقدم له كل ما يحتاج. فرشنا له هذه الأرضية حتى يقدم إبداعه للجمهور، يقدم نتاجه للجمهور، للمستمع، للقارئ. فكانت هذه مجلة أقلام عربية بارقة أمل في هذا الفضاء المكتظ بالشللية وغيرها والتعصب والتحزب لفلان وفلان والشلة الفلانية، فاستطعنا أن نحقق بفضل الله عز وجل الكثير من أهدافنا، وسنستمر بفضل الله عز وجل وبدعمكم أنتم أخي مصطفى. نرجو لكم كل التوفيق، نرجو لكم كل التوفيق حتى تواصلوا ريادة المشهد الثقافي. فكل المؤسسات الثقافية على اختلافها لها من الفضل ما لها، ونتمنى لكم ولغيركم من الحريصين حقا على المشهد الثقافي أن يتواصل جهدهم، لأن المبدعين في كل مكان وأصحاب وذوي الرسالة السامية هم بحاجة إلى من يأخذ بأيديهم إلى الطريق التي تجعلهم أقرب إلى الناس. رسالة الختام، ماذا تحب أن تقول في نهاية هذه الحلقة؟ لقد انقضى الوقت سريعا أستاذ علي، تفضل رسالتك في ختام هذه الحلقة. في ختام هذه الحلقة أحب أن أشكر أخي مصطفى الذي قدم هذا اللقاء بشكل أنيق، وأشكر قناة الرافدين التي دائما ما تعتني بالثقافة والشعر والفكر، وأوجه رسالة إلى
جميع المؤسسات الثقافية العربية والمجلات والصحف والإذاعات والتلفزيونات اعتنوا بهذا الجيل الشاب، اهتموا بالمواهب، هذه المواهب هي مستقبل ثقافتنا، مستقبل هذه الأمة ثقافيا وفكريا وإبداعيا وقيميا. ينبغي أن نترك مجال وفرصة لهؤلاء الشباب حتى نستطيع أن نحقق أهدافنا في هذا المجال. أنا واثق أن هناك الكثير من الحريصين الذين سيأخذون هذه النصائح على محمل الجد ويدخلونها إلى حيز التنفيذ العملي. دعنا نكون على تفاؤل مشترك ودائم ولا نيأس، أكيد تتفق معي في هذه. نعم معك أخي مصطفى، لا يأس أبدا. في ختام هذه الحلقة أقول لك انقضى الوقت سريعا، أتمنى أن تكون الحياة كريمة بالقدر الذي يتيح لنا أن يكون اللقاء القادم هنا في استوديوهات الرافدين بإذن الله. بإذن الله أخي مصطفى، شكرا جزيلا. شكرا لك أستاذ علي النهام الشاعر البحريني الجميل. مشاهدينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيدة. الأسبوع المقبل يتجدد لقاؤنا وإياكم رفقة شاعر جديد، وحتى ذلك الموعد لكم مني أطيب التمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله. إلى اللقاء.